تأملت قول الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أولا كان لابد نقول علمني الحب. ما الذي علمنيه الحب في قول الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد؟ تعلمنا إيه من هذا الكلام؟ لما راجعنا تفسير هذه الآية نزلت في من؟ نزلت هذه الآية عندما جاءت الملائكة ضيفانا على بيت سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم أول ما دخلوا الملائكة كان من شأنه ومن شأن السادة أهل البيت على الدوام إلى يوم القيامة، كان من شأنه أنه إذا جاءه الضيف لا يسأله من أنت. فأول ما دخلوا الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيس، عجل سمين قوي، فقربه إليه. لو أنت النهاردة رحت للمدام وقلت لها عندنا أربع ضيوف برة أنا مش عارفهم مين، هاتي المعزة دي ولا الخروف ده واذبح يلا عشان عندنا ضيوف، طبيعي جدا هتحصل مشكلة في البيت، طبيعي جدا احتمال يعني بالليل نطلب المأذون. ليه؟ لأن ناس ما تعرفهمش وتذبح لهم المعزة، ناس بتذبح لهم ما عرفهمش وتطلع لهم أكل. الفلسفة اللي تعلمناها لأن احنا ما حبيناش، لأن البيوت لم تبنى على أساس علمني الحب، على أساس حي على الوداد، لأن احنا ما نعرفش ساداتنا أهل الكرم. لما الناس بعدت عن منهاج النبوة وعن الحب اللي ربنا أراد يفشيه بين العالمين أصبحت البيوت ما بيدخلهاش الضيوف، كذا لا تزورها الملائكة. فالملائكة فوجئوا بحاجة غريبة جدا، سيدنا إبراهيم راغ إلى أهله، يعني دخل بيته جوه، وما أدراك ما كواليس البيوت، بيدخل الراجل يقول لمراته طلع اللي عندك جوه في التلاجة علشان عندنا ضيوف، المفروض بيحصل جوه أزمة الطبيعي عند بعض الناس إلا ما رحم ربي. ففجأة لقوه جه بسرعة فجاء بعجل فراغ واحد فراغ فالسرعة إلى أهله، فجاء بعجل حنيز، راغ وجاء فيهم فاء، جري جري وجي بسرعة، فراغ إلى أهله وجاء بعجل حنيز فقربه إليه فاء السرعة. يبقى معنى كده ان واحد القرآن هنا بيعرفنا كواليس الحادثة اللي جوه اللي احنا كضيوف ما نعرفهاش، فراغ بسرعة فقربه إليهم برضو بسرعة، يعني الحكاية جوه ما استغرقتش، يبقى ما حصلش مشكلة جوه في البيت. واضح ان الست زوجة سيدنا إبراهيم كانت على نحو إبراهيم، اتعلمت الحب، علمني الحب، اتعلموا الكرم. مش هسألك انت مين، ما قالتلوش انت مين، ما قالهمش انت مين، دخل جوه اعملي اكل في ضيوف على طول. فراغ إلى أهله فجاء بعجل إنسان فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ أوجس منهم خيفة، خاف منهم، مين دول؟ ده ما بيأكلوش. لما شافوا ضيوف سيدنا إبراهيم أن الموضوع كده وإن في ناس في الأرض شأنها الكرم وبسط الموائد لله والذبح من أجل الله وتقديم الأكل من غير معرفك أنت مين، قالوا لا مش ممكن، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه إيه حميد المجيد. فكان فيها ثلاثة لطائف. واحد، الحاجة الأولى بعض قالوا أنها دعوة من الملائكة لأن يسري سر هذه الرحمة في العالمين بسر اسم الله الحميد المجيد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، تفضل كده سر ممدود، يعني يا رب العطاء ده والخلق ده والكرم ده والرحمة دي من ربنا ليكم وتستمد إلى يوم القيامة إنه حميد المجيد. الحاجة الثانية قالوا أن الملائكة، ليه قالوا كده؟
لأن الملائكة سابق خبرتهم، سابق خبرتهم بالبني آدم، بالإنسان، بالنوع الإنساني، اعتبرونا أن احنا سفاحين. الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أيوه تمام. إيه الحكاية بقى؟ قالوا هم قالوا علينا قبل كده أن احنا قتلين قتلة، أن احنا نفسد فيها ونسفك الدماء. قال: أيوه. قال: لما جم عند سيدنا إبراهيم وسادتنا آل البيت لقوا الدماء تسفك من أجل الله، لو أن 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 الدماء تراق لعمارة الأرض، أن الدماء تراق لإكرام الضيف، قالوا رحمة الله وبركاته. فاعتبروها أهل الله أن هذه الآية وهذه الدعوة من الملائكة بمثابة اعتذار ملائكي على غرور وسبق في اتهام النوع الإنساني. كأن الملائكة حينما قالت ذلك كأن إبراهيم أثبت للملائكة أن مش كل النوع الإنساني هيفسد فيها ويسفك الدماء، في ناس هتعمر فيها وتسفك الدماء بس من أجل الكرم، من أجل المحبة، لرفع لواء الحب. يطعمون الطعام على حبه، فسرى ذلك سريان النور وهذه الرحمة في العالمين. ولذلك قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ها إنه حميد مجيد. العلماء قالوا طب ليه استخدموا اللفظين دول، إنه حميد إيه مجيد؟ الحميد هو الحامد لذاته، بذاته المستغني عن محامد الخلق، وأفاض هذا الحمد على أهل البيت، فأصبح وده اللي بنشوفه من إن ما شفناش فيهم منقصة، كلهم محامد لأنه جدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومجيد المجد، الله تجلى بالحمد بالحميد وتجلى بالمجد لهم. ولذلك لا تستغرب أن واحد يكون منتقل من 1400 سنة والناس هائمة متيمة في محبته إلى هذا اليوم، وسيظل هذا الحب بمجد اسم الله المجيد إلى يوم القيامة، مهما حورب آل البيت، مهما حوربت السادة رضي الله عنهم ومقاماتهم، تظل سيرهم مجيدة حميدة إلى يوم القيامة، لأن الله تجلى عليهم بحميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.